كانت مبادرة مميزة، إهداء للشهداء الفلسطينيين. باش نغرسوا شجرة على روح شهداء غزة، هدية للأهل ديالهم وهدية للعائلة ديالهم. أي شجرة غرسناها كنحطوا فيها اسم الشهداء ديال فلسطين. هذه المبادرة هذه قمنا بها أنا ومجموعة ديال الأصدقاء باش نغرسوا شجرة على روح شهداء غزة، هدية للأهل ديالهم وهدية للعائلة ديالهم، باش يفتخروا بهم بزاف وباش حتى الصوت ديالنا يوصل للعالم ويوصل للعائلات ديالهم، يوصل لفلسطين، باش نقولوا بلي حنايا معاكم وباش نقولوا بلي القضية الفلسطينية كتعنينا حنايا كاملين. كانت مبادرة مميزة، إهداء للشهداء الفلسطينيين وبصفة عامة، الإهداء إلى القدس وإلى فلسطين وقطع غزة بصفة عامة وبصفة خاصة. بالنسبة للأسماء ديال الشهداء، وصلنا مع أصدقاء ديالنا في فلسطين وهم اللي عطاونا الأسماء. كنغرسوا أي شجرة غرسناها كنحطوا فيها اسم من شهداء ديال فلسطين، وكنتمنوا هذه الفكرة ما تبقاش منحصرة غير في مدينة طنجة، ما كان هناش المغرب كامل يعملها باش يوصل الصوت ديالنا المغاربة ككل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.